وهو تدعيم مشروعات القطاع الخاص النظامي. معلش انا هقاطع حضرتك. لا اتفضل. انت قلت في 51 مزرعه مش شغالين كلهم. اه. عشان انا اضمن ان لما ارفع كفائتهم ما نرجعش كده تاني. معلش يعني. اتفضل. ممكن يكون انت لسه ماسك الموضوع ما انت مش وما حدش من اللي قبل منك حتى مسؤول. لكن انا بقول الكلام ده لكل المصريين. ال 51 مزرعه دول خرجوا من الخدمه ليه؟ ولما هنرفع كفائتهم هيشتغلوا ولا هيخرجوا من الخدمه تاني؟ بقول الكلام ده ليه؟ لان دي مشكلتنا. مش مشكلتنا ان احنا نعمل. مشكلتنا ان احنا ندير. ان احنا ندير. وانا بقول الكلام ده حد يقول كده في المكان ده؟ اه طبعا. انا بحط حاجتي قدام مني وقدامكم. القضيه ابدا لو كان يعني لو كان المطلوب ان احنا نرفع كفاءة الخمسين مزرعة دول خلال سنة ولا اتنين يا دكتور مصطفى احنا مستعدين نعمل كده وندبر الاموال المطلوبة لده اذا كان هيعمل نقلة حقيقية انا معك حقيقة يعني ومع اي حد يعني مخلص يقدر يحل المسألة لكن القضية قضية تانية القضية قضية ادارة وقضية ثقافة اتشكلت على مدى سنين طويلة جدا جدا في ان المال العام والمنشآت اللي خاصة بيه مباح وبالتالي تعمل وتصرف وتقول انا عندي كذا والنتيجة ايه تلاقي القطاع الخاص عامل مزرعة نص دي وبينجح فيها ويكبر ويكبر ويتضاعف واحنا حاجتنا اللي بنديرها ما بيحصلش كده بالعكس تتآكل سنة بعد سنة فأنا عايز أقول لك منك لسه يعني إيه متولي المسؤولية القضية ما قش قضية أبدا إنشاء القضية في بلدنا للحكومة هو الإدارة إدارة المنشآت ديت هل تستطيع إنك تتابع الواحد وخمسين مزرعة كل يوم إن قلت لي آه هقول لك هتنجح. قلت لي لا المنظومه مش كده؟ صح. المنظومه مش اداره الموضوع ان انا ابقى اتابع كل شيء. مش كده برضو يا محمد؟ لو كان عندك القدره دي في ظل الثقافه ثقافه الاداره والاداء الحالي واللي هتاخد وقت عقبال ما ترجع لمستويات مناسبه. مستويات مناسبه. انا بقول لك انت محتاج وانت بترفع كفاءة تشوف حل في ادارة الشغل ترفع المزرعة وبعدين تبقى مطمن ان العمل بيدار بكفاءة عمل تحقق النجاح النجاح هنا مش فلوس بالمناسبة مش فلوس لا ابدا النجاح هو نجاح المشروع نفسه في الهدف المقام من اجله انت عايز توفر سلالات جيدة او عايز توفر باسعار مناسبة فهيبقى البعد الاقتصادي محطوط في الاعتبار ولكن مش هو كل شيء. مش هيتحقق ده الا اذا كان القائمين على العمل مستعدين يروا ان في هدف سامي جدا جدا في الشغل اللي هم بيعملوه. مش العائد اللي بياخدوه قد لا يكون مجزي، قد لا يكون مجزي. فانا بس عايز اقول لك قبل ما نتكلم في المواضيع قول لي هتحل المساله دي ازاي؟ وال 51 مزرعه دول لما نرفع كفايتهم هيشتغلوا على طول لو جيت قلت لي ان انا ممكن اخلي بشكل او باخر نسبه للقطاع الخاص في وانا بقول اهو ده اللي عندك متاح واللي عندنا في الجيش متاح تعالوا احنا عملنا وانتوا بتديروا بشكل كويس تعالوا خشوا واشتغلوا ويبقى المصلحه مشتركه للقطاع الخاص وللدوله انما يعني هتزعل لا صحيح لا مش هزعل الخير يعني ايه اللي هيخلي ده ينجح وما نجحش السنين اللي فاتت حد يقول كده برضو انا في المكان ده اذا كنت انا امين عليها وحريص عليها هقول الكلام ده على الهوا كده الخير يعني ايه اللي الجديد في الموضوع انها تنجح يا دكتور علي دلوقتي وما نجحتش في العشرين ثلاثين سنة اللي فاتوا او اللي قبل كده السوق كبير في طلب عليه طبعا سوق مصر
اي حد يقدر يعمل مشروع للاكل والشرب واي حاجات اخرى مستلزمات للناس عايزاها ينجح لو يدار بشكل كويس. طب ما ده دي موظفين بيقبضوا من الدولة يعني. يعني المشروع جزء كبير منه متحمل منه على موازنة الدولة ولا انا مش واخد بالي؟ يعني جزء كبير متحمل منه على الدولة بتدفع مرتبات الناس. طب رغم من كده ما تنجحش. فاللي فات مؤشر لينا على ان احنا محتاجين نتوقف.